يا اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. ملاحظه بس ايه عشان نسجل سجل يا تاريخ زي ما بيقولوا كده. انا كنت قلت لحضراتكم قبل كده على جدول الدوري المشوه اللي هو واحد من اهم اسباب عدم انتظام المسابقه وعدم العداله والمساواه. ليه بقول الكلام ده؟ لانه حضرتك عندك كل فرقه بتلعب 34 ماتش. خلي حضراتكم فاكرين الاهلي لعب 10 ماتشات في خلال 30 يوم. الكلام ده حصل من 10/4 تقريبا لغايه 10/5. وعندك من يوم 3 اغسطس ليوم 27 اغسطس 8 ماتشات تانيين. الكلام ده معناه ايه؟ معناه انه الموسم الطويل قوي الممتد قوي الاهلي لعب في اقل من 60 يوم، يعني اقل من شهرين تقريبا، اكتر من نص ماتشاته في الدوري. جدول مضغوط استمر لاكتر من نص ماتشات النادي الاهلي في الدوري في الفتره من 3 اغسطس ل 27 اغسطس، التاريخ اللي محدده اتحاد الكوره عشان المسابقه تنتهي. الاهلي هيلعب فيه 8 ماتشات، حطهم على 10 اللي فاتوا في خلال شهر برضو، تكلم في 18 ماتش من 34 ماتش في خلال فترة أقل من شهرين. هتكلم طبعا على مشوار النادي الأهلي في دوري، وهتكلم على عودة الولاد بتوعنا من طوكيو وإزاي ممكن نطلعهم الحالة. متأكد طبعا كل ولاد مصر كان نفسهم إن هم يسعدوا جماهير الكرة المصرية، لكن بالتأكيد في حالة من حالات الإحباط. ضيفنا النهاردة بيشرفنا في السادسة وفي قناة النادي الأهلي كابتن أحمد فوزي. مساء الخير يا كابتن أحمد، وأهلا وسهلا. كان نفسي أبارك لك على الحمد لله على الفوز على البرازيل النهارده، بس يعني اكيد يعني هنقول حاله من الاحباط للشعب المصري كله. لان المنتخب امكانياته كويسه، الفرقه محترمه، صاحب اللعب البرازيل، بس يعني احنا ما قدمناش حاجه عشان نوري الناس ان احنا بنلعب البرازيل. هو انت هتلاقي فرقه فين تلعب كوره معاها اسهل من فرقه البرازيل؟ طبعا انت مش يعني كلمه ان انا العب كوره معاها، يعني هم يلعبوا كورتهم عادي واحنا نلعب، ولما نمسك كوره نلعب كورتنا عادي. الكلام ده ما شفناهوش النهارده. لو هفكرك بماتش كاس القارات 4-3، احنا لعبنا كوره والبرازيل لعب كوره، وكانت البرازيل قد كده 10 مرات. انا شايف ان المنتخب الاولمبي فرقه كويسه جدا، امكانياتها كويسه، عندها لعيبه محترمه جدا. التطعيمات اللي كانت واخدها سواء الشناوي او حجازي او الونش، الثلاثه لعيبه مهمين جدا في خط الدفاع. انما ما بعد الدفاع لحد امتى هقعد العب 3-4-3 او 5، خلينا نقولها بالصريح اللي هي كانت بتحصل في الملعب، 5-2-3 لحد امتى؟ وعمار ما بيعرفش يجيد الناحيه الدفاعيه في نص الملعب. هجوميا ممكن يبقى كويس جدا، بس انت كده كنت عايز تلعب بالطريقه دي، العب 5-4-1. انما ما ينفعش احط عمار. خلي بالك سبب الهدف اللي دخل فينا عمار. 5-4-1 اعتقد كانت تبقى احسن شويه. العب 5-1-3-1 ده لو انت مصمم على 5. انما وجود اسامه جلال في الملعب انا شايف انه كان مقللنا شويه. ده كمان مش مقللنا، ده مش عشان اسامه جلال. انا بتكلم على طريقه اللعب. ايوه اسامه او اي لعيب هيلعب في 3-4-3 دي برده هيلاقي نفس المشكله. كريم العراقي، كريم العراقي يعني من اول البطوله وهو يعني مش موجود في الملعب. ليه مصمم عليه؟ ليه مصمم على كريم العراقي؟ ما كان موجود كريم فؤاد من اول اللعب. خلي بالك كريم العراقي المفروض ان وراه في سيرج باك ناحيه اليمين اللي هو اسامه جلال. ايوه المفروض ان انا يبقى عندي انطلاقات. ايوه المفروض يبقى انا المفروض انه فتوح والعراقي يبقى ليهم ادوار هجوميه. بس انا مش في الحته دي. فتوح عامل دوره كويسه جدا. أيوه. بيهاجم كويس جدا. لا انا بتكلم على انه اذا كنت هتلعب ب63 ورا يبقى لازم اطير الطرفين. لازم اطيره تديهم شويه مساحه. لا ده كان على طول لما طاهر او صلاح محسن بيحاولوا يدوروا على حد عشان يلعبوا معاه. بيبصوا على كريم بيلاقوه تحت خط المنتصف. ده دليل انه كان خايف مرعوب مش عايز يهاجم. فدي نقطه سلبيه يمكن كانت في المنتخب ملاحظه من اول مباراه. خلي بالك مش احنا ما بتكلمش على ماتش النهارده، انا بتكلم في البطوله عموما. كان في تحفظ دفاعي غير مبرر. امتى هلعب كوره لو ما لعبتش قدام البرازيل؟ طب انا خسرت الشوط الاولاني 1-0، هنزل الشوط الثاني هستنى 10 دقائق كمان، ربع ساعه كمان. طب هفكرك بماتش الارجنتين، بعد ما دخل فينا الهدف الشوط الثاني ابتدينا نهاجم اخر نص ساعه. وراح مطلع اسامه جلال ومنزل ناصر ماهر، ورحنا على الجون وضيعنا فرصه واثنين وثلاثه. يمكن كان في واحد احمد ياسر لو حط دماغه فيها بس كان دخل في العارضه تقريبا. خاف من العارضه فكش. يعني بان لنا شكل هجومي في ماتش الارجنتين. ليه؟ تخلينا عن 3-4-3 ولعبنا ب 4-2-3-1 ونزل ناصر ماهر عمل شغل كبير جدا في نص الملعب. طب ليه ما استغلتهاش؟ ماتش استراليا جبت لما نزل المهاجم
بتاع الجيش منسي ناصر منسي لما نزل عمل شغل كبير جدا وكان سبب في الجون الثاني. النهارده نزلته متاخر قوي. طب انا امتى هلعب؟ ما خلي بالك اصليه 90 دقيقه وانت بتحط سيناريوهات قبل المباراه، ولكن اثناء المباراه بيجد عليك جديد. خلاص دي بتقول دي نوك اوت، دي ماتشات نوك اوت مش ماتشات مجموعات. فانت كان لازم في الشوط الثاني على الاقل تقدير ان انت تروح للهجوم شويه. وبرده عشان ما انساش تحيه الشناوي طبعا، تحيه اكرم توفيق عامل بطوله يعني انا لو قلت ان الشناوي يمكن يعني مان اوف زير بالنسبه لمصر يبقى انا بتكلم انا قلت النهارده لولا الشناوي في بدايه الحلقه ان لولا الشناوي النهارده الماتش ده كان نتيجته بقت مختلفه. طيب تمام احنا النهارده انت بتتكلم في 7 كور يصد 6 ويخش في واحده، 7 كور اون جول يعني اون تارجت. تمام لما يصد 6 من 7 طبعا ده واحده من اهم انقاذاته، اهم تصديات طبعا ما فيش احسن يعني دي التصدي ده بيتهيألي اللي وصلنا لدور الثمانيه طبعا لانه كان كمان واحنا كسبانين 1-0 وكانوا بيهاجموا علينا بغزاره. ايوه فلو كنا تعادلنا لا قدر الله كان ممكن الجيم كله يتقلب وما كناش هنوصل. طب اسالك سؤال تاني بمنتهى الصراحه. اتفضل. يعني انا بتفرج على الـ على الـ على المنتخب ده ومش بعتبره منتخب اولمبي الحقيقه، انا بعتبره منتخب مصر الاول. يعني لو كلمتك على كل عنصر فيهم من اول الشناوي وصولا للنهارده احمد ياسر ريان او لما كان حتى مصطفى محمد قبل كده، كنت بشوف ان هم دول افضل لعيبه في مصر. دي حقيقه. فقصه مش قصه منتخب اولمبي، قصه انه دول اهم لعيبه عندك السنه او في الموسم ده. تمام. وكلهم لما تبص على العمار مع الاتحاد، لاكرم والشناوي مع الاهلي، ياسر وطاهر ياسر لما تبص لياسر مع سيراميكا، لما تبص لصلاح محسن مع الاهلي، تبص لرمضان صبحي، لما تبص لناصر منسي، عبد الرحمن اللي ما لعبش ولا ماتش في البطوله بتاع الاسماعيلي، دي قصه دي حاجه تجنن. طبعا طبعا دي قصه ثانيه. بس في النهايه انت واخد قماشه بتقول ان اللعيبه دي في الظهور المحلي فتحوا مع الزمالك والونش مع الزمالك صح يعني فانت واخد قماشه المفروض انها على ليه مردودها هو احنا مكتوب علينا يعني انا مش بكلمك والله على تمام. على طوكيو تمام. انا مش بكلمك على طوكيو انا تمام. بكلمك على طول الخط يا كابتن. طيب. طول الخط عدم التخطيط والشلاليه هتؤدي في الاخر للنتائج السلبيه. وخلي بالك مش في الكوره، تعالى النهارده الراجل بتاع رفع الاثقال اللي خد الذهبيه المصري اللي بتاع خطر اللي اتجنس. ايوه ده واحد. في الجودو لعيب اسمه شادي النحاس ده برضه كندا او كندا ماشي يعني اي اصول مصريه اصول مصريه. معظم في لعيبه كتير مجنسه من اصول مصريه موجوده في البطوله. بس ليه انت النهارده الراجل الرباع القطري اللي من اصل مصري اللي احنا فرحانين بيه ده ابن البطل اولمبي ابن بطل اولمبي مصري من غزل المحله بيلعب رفع اثقال واخد برونزيه اعتقد في حاجه في 64. ايوه الراجل ده جه اتخانق مع رئيس الاتحاد عشان ابنه مش موجود في المنتخب المصري. خد ورقه وراح قطر من 5 سنين اتجنس. الولد النهارده بيشيل 402 كيلو في رقم اولمبي جديد. فالتخطيط مش عندنا احنا بس، التخطيط في الارقام اللي اتدفعت في ناس وما خدناش حاجه في البطوله الا برونزيتين بعد كمان ايه مش برونزيتين صريحتين ده بعد طرديه اذا كان هدايا ملاك ولا عيسى الاثنين بعد طرديه. فهي الحاله العامه في الرياضه المصريه صعبه شويه. النهارده انت المنتخب الاولمبي ده اتفرج على كابتن حسام البدري هيلاعب كام واحد وانا اقولهم لك من دلوقتي. يعني الشناوي هيبقى موجود، حجازي هيبقى موجود، الونش هيبقى موجود، احمد فتوح هيبقى موجود، رمضان هيبقى موجود، رمضان هيبقى موجود، صلاح محسن أكرم. يبقى موجود. اكرم طبعا صلاح مين تاني مصطفى محمد طبعا هيبقى موجود. احمد ياسر ريان هيبقى موجود. انت بتتكلم في 10 لعيبه مؤثرين هيبقى منهم على الاقل 5-6 ستاندنج في الملعب لمنتخب مصر الكبير. احنا كان املنا في البطوله دي اعلى من كده. وانا زي ما قلت لحضرتك عناصر جيده جدا 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 جدا، ولكن كان في خوف غير مبرر من وجهه نظري من الجهاز الفني اتنقل للعيبه في الملعب بقى اللعب كله دفاع بس. واحنا وصلنا بالدفاع بس مش هنكذب على بعض. على الرغم من نفس الاسماء دي مع نفس الجهاز الفني ده لما شفناهم في بطوله افريقيا كانت حاجه ثانيه، كان المردود مختلف تماما خلص. لما شفناهم حتى في الدوره الوديه مع البرازيل اللي كسبتنا النهارده حصل. شفنا فرقه واثقه في نفسها كسبت تلعب كورتها وبتكسب البرازيل. هي دي ثقه في النفس
وتلعب كورتك. انا بقول لك قدام فرقه زي البرازيل مش هتلعب كوره ليه؟ الفرقه بتلعب بتكيف اللعيبه بتكيف نفسها في الملعب بيلعبوا سهل ويتحركوا ويلعبوا كوره ويرقصوا مش طب انت قدام فرقه زي دي هتلعب كورتك امتى؟ وتحط كورتك على الارض وتلعب ما تعودش تلعب لونج باص، وحتى لما تلعب لونج باص ما يبقاش مظبوط وبتطفش مش بتلعب كوره سليمه. فانا شايف ان احنا اللي خنقنا نفسينا بايدينا في الملعب. الرجاله راجعه الى حد ما هتبقى محبطه، يعني ايه بتخيل بعد ما بتخرج من بطوله زي كده وكان عندك امل انك تحقق انجاز؟ وانا عارف اللعيبه المصريه دايما يعني طبيعي جدا، يعني انا مش عايز اقارنهم باليد لانه انا يعني بقول الكوره عندنا في مصر ما شاء الله ما شاء الله فيها فلوس كويسه تمام، وما شاء الله ما شاء الله اللعبه الشعبيه الاولى، يعني في جماهيريه وسكسي ما تاخدوش في اي رياضه ثانيه. تمام، اما اجي اقارن ده بكره اليد لا عندهم نفس الامكانيات ولا نفس الارقام ولا نفس الجماهيريه والشعبيه، ولا اي شباب صغير بياخد بطوله العالم، ولا اي شباب بينافس ومرشح. اسال طب يعني اذا ما احنا اهو احنا كمصريين ناجحين في عندنا نموذج، طيب مش عارفين نكرر ده ليه؟ طيب هقول لك مش عارفين نكرر ده ليه. نرجع للاتحاد اللعب، اتحاد اللعبه في اخر الثمانينات ما صعدش لوس انجلوس 90، عمل ايه؟ رجعوا مصر، راحوا مبطلين الناس كلها اللي فوق 30 سنه عافيه، راح عامل ايه؟ دوري، ودوري مرتبط، كل فرقه في الدوري تلعب بخمس لعيبه في 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 فرقتها، يعني زي مثلا الفرقه فيها 12 13 لعيب، في خمس لعيبه لازم يكونوا ناشئين يلعبوا في ماتشات الدوري الرئيسيه. عمل ايه؟ بعد بين الحاجات اللي كانت مؤثره بنضيع ضربات جزاء، يقوم عامل ايه؟ يقوم عامل بين الشوطين في التسعينات الكلام ده، بين الشوطين يلعب خمس ضربات جزاء لكل فرقه، ونتيجه الضربات الجزاء بتتحسب بنقطه تضاف لرصيدك في الدوري. فعملت حاجه مهمه جدا، كنا دايما كل ماتش نلعب مثلا ناخد دقيقتين في دقيقتين في دقيقتين لحد استبعاد، بقى اللي بيتكلم بس مع الحكم بياخد طرد مباشره، عكس لوائح الاتحاد الدولي. عملوا لوائح عشان ما حدش يفتح بقه مع التحكيم. وصلت النهارده انت بعد 20 سنه انت بتنافس على كاس عالم، بتنافس على ذهبيه في اولمبيات، بتنافس لايه؟ لاقصى حد. وخلي بالك الارقام اللي انت بتقولها ان كل الكلام اللي قاله كابتن احمد ده على هاند بول. على الهاند بول، انا ما بتكلمش على يعني بتكلم على هاند بول. انت بتقول لي السوكسي واللعيبه خلي بالك لعيبه اليد دلوقتي ارقامهم كويسه جدا جدا جدا، ومن يعني تنفع تقارنهم بلعيبه يعني الكرة. على الاقل بيبقى التلت او ربع ولكن الى حد ما يعيشوا لعيب. انا اقصد اقول انه مش المادة بس هي اللي بتصنع الطموح يا كابتن. استحالة المادة يعني المادة تبقى ممكن جزء من طموح البني آدم. استحالة صح ولا لا؟ يعني كل بني آدم عنده طموح مشروع جدا انه يحقق نفسه ماديا، اكيد اكيد، لكن مش كل الطموح، يعني ما ينفعش تبقى كل الطموح. لا خالص، اللعيبة دول لعيبة الهاند بول دول لو هم طموحهم او المادة هي اللي بتحركهم ما كانش بقى عندنا منتخب شباب بطل عالم. هقول لك حاجة، في لعيبة عندها طموح، في ناس كتير متجنسة في قطر على فكرة، مصريين كتير متجنسين في فرقة قطر. بس الميزه في اللعيبه هنا عندنا في مصر ايه؟ كانوا مانعين الاحتراف، فتحوا باب الاحتراف. انت المنتخب اللي بيلعب كله ما فيهوش غير اثنين من مصر، ايوه اثنين بيلعبوا في الدوري المصري. الباقي كله محترف، ومحترف في احسن انديه في العالم. يعني مثلا علي زين راح برشلونه، اللي هو يعني مش عارف، محمد ممدوح هاشم راح كان بيلعب في فرنسا واخدين كاس اوروبا، بطوله اوروبا. لا في كله، ما فيش حد في الفرقه مش محترفه، واللي مش محترف هيحترف بعد البطوله دي. فانا اللي بقوله لحضرتك التنظيم الجيد والتحضير الجيد من 20 30 سنه في اليد يؤتي ثماره في مصر من حوالي 10 سنين. طيب نيجي بقى للمسابقه بتاعتنا. انا بدايه بس قبل ما انقل يعني من قمه التنظيم لقمه الاقتراع. الاقتراع، عارف الاقتراع بتاع زمان؟ والله مش عارف اقول لك ايه يا كابتن احمد، بس الحقيقه يعني موسم فيه كل، يعني لو انت جاي عايز